السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فأنت وليها ومولاها. أصدقائنا وشركائنا رجعنا لكم تاني في حكاية من حكايات يوميات محامي اللي بنستمدها دايما من على أرض الواقع ومن اتصالاتكم واستشاراتكم اللي بترد لينا دايما على صفحة القناة. الراجل تحول من مزارع بسيط إلى بطل أفلام قصيرة بين قوسين اللي بالي بالك أفلام مخلة بالآداب العامة. مين اللي تحول من مزارع بسيط ما عجبتوش الزراعة والقلاعة وبدأ يعمل فيديوهات ولقي الشغلانة مشت معاه، ولما سألوه ليه عملت كده قال لهم إيه؟ قال لهم الناس بتدور على ده والناس عايزة كده. مين المزارع ومين اللي سألوه وعمل ايه؟ قبل ما اقول لك مين والحكاية والمشمش واللي زرعه، يا ريت فضلا وليس امرا حضرتك تدعمنا معنويا وتشترك في القناة عشان يجيلك كل جديد ومفيد. بطل قصتنا النهاردة حد اشتهر في الفترة الأخيرة على مدار 3 4 سنوات انه يعمل فيديوهات، ولما لقي الشغلانه مشيت معاه ساب الزراعه وساب القلاعه والكلام ده كله وبدأ يطور في المواهب بتاعته. الاول كان داخل شغل كوميدي وشغل حكايات كده، بعدين قال لك لا، الناس بتدور على الحاجات الطريه والحاجات الحلوه، فاحنا لازم نجي نعمل حاجات حلوه للي بيبحث عنها المشاهدون. في ناس بتقول لك ايه؟ ما يطلبه المستمعون، لا، ده بيقدم ما يبحث عنه المشاهدون. طبعا العملية زادت عن حدها والامور تطورت، ولما لقي المناخ يسمح والناس بتشوف والناس عايزة بدأ يعمل فيديوهات هي لا ما عند فيش فرق بينها وما بين الافلام الاباحية اللي بتتشاف، على اساس ان الراجل بيحط لنا السم في العسل وبيعمل مشكلة اجتماعية بيسرقها عن الخيانة الزوجية وعن الزنا وعن معرفش ايه وهو بيكرسه، يعني هو بيحض عليه وهو بيكرسه في الفيديوهات بتاعته. قال يعني بيقول لهم خلي بالكم ما تعملوش كده، احنا بنعمل كده وانتم ما بتعملوش كده. طبعا الاخ لما مشاهداته وصلت 5 مليون والمتابعين بتوعته بقوا ما شاء الله عليهم، بدأوا القنوات المنافسة لأنه خد منهم الزباين، وهو خد منهم الزباين. أنا حد بيكلمني بيقول له فيديوهات ومعرفش أحمد ونقط وزموط والأفلام دي كلها، بيقول لي يا فين الفيديوهات أنا بدور عليها. إذا الناس دول مش هم المشكلة، الناس دول بيقدموا للناس المجتمع بيدور عليه. المجتمع للأسف إلا من رحم ربي، ما أقدرش نقول المجتمع كله، للأسف بيدور، محركات البحث كلها دلوقتي شغالة على الجنس والكلام الفاضي للأسف، مفيش غير كده. فالناس دول بيعملوا ايه؟ بدأوا يقدموا عري، بدأوا يقدموا ابتذال، بدأوا يقدموا وساخة. الوساخة دي الناس اللي بتشوفهم تتفاعل معهم، حتى لما تعلق لهم تعليقات سلبية الكلام ده بيساهم في انتشارهم. ولما لقوا المناخ يسمح ولما لقوا الناس ساكتة اشتغلوا وفتح قناة تانية جنب القناة. طب مين اللي بلغ عنهم بقى؟ اللي بلغ عنهم القنوات المنافسة زي ما احنا قلنا، القنوات اللي هي بتعمل ايه؟ اللي هي بتقدم محتوى بس مش على المستوى بتاعهم، ما عندهاش نفس المتابعين ولا نفس المشاهدات، فقال لك ايه؟ نضرب فيهم عشان ربنا يخفسهم ونشوف شغلنا احنا، لان انت شغال في سوق قصة العرض والطلب كمان بيقول لك ايه؟ حسن السوق ولا حسن البضاعة، مش المهم البضاعة اللي انت بتقدمها، المهم العرض والطلب على البضاعة اللي انت بتقدم فيها. راجل كان مزارع بسيط بيزرع الارض بتاعته، الزراعة ملهاش لازمة، عمل قناة جاب الست التانية اللي ما تعرفش حاجة وبدأوا يمثلوا افلام بيمثلوا الواقع، قال بيمثلوا الواقع، فضحوا الدنيا وشبهوا الناس. انت مش عملت قيمة، ده انت طلعت غرست وسخات في المجتمع، طلعت الناس كلها
تعمل خيانات وطلعت الناس كلها زناة وطلعت الناس كلها عصاة، ايه الفايدة؟ ايه اللي احنا استفدناه؟ ايه اللي عاد علينا من الافلام اللي سعادتك بتعملها؟ ولا علم ولا اي شيء، ولا اي شيء. اليوتيوب اصبح سداح مداح، اصبح شعب لا يحكم، مفيش ضابط ولا رابط، كل اللي مزنوق في حاجة يطلع يتكلم، كل الناس بتطلع تتكلم. وبشوف ايه الطريقة اللي اعرض نفسي بيها، ايه الشغلانة اللي انا ازود بيها المشاهدات. طبعا الاخ والاخت مش هم اول ناس ولا اخر ناس، قصة الردع العام والردع الخاص لازم يتحقق في اي قصة بنتكلم فيها. الردع العام ده اللي هو بيتحقق بالنسبة للمجتمع لما يشوف حد زي ده بيتطبق عليه عقاب، اذا خلاص اي واحد يقدر بعد كده يعمل ابتذال او يفكر يعمل اي شيء مخل بالاداب العامة. انت في مجتمع شرقي وعربي، والكارثة طالع من الريف، الكارثة والطمة الكبرى. يعني لو كان من المدينة كنت قلت ماشي، يعني مش ده مش معنى ان المدينة فيها انحلال ولا الكلام ده كله، انا بقول يعني فيها انفتاح شوية عن الريف. الريف لسه شوية حتة القيم والعيب والناس بتقول لك ايه، لا عيب وتختشي وحرام وحلال والكلام ده كله. طلع من ريف، طلع من قرية اصلها، يعني واحد اصله فلاح مزارع، كل الناس المزارعين على راسنا من فوق. يعني انت بدل ما تزرع ارضك وبدل ما تنتج تروح تعمل لي افلام، تخيل تحض على الرذيلة، تحض على الرذيلة، انت بتكرس فجور في المجتمع. طبعا الاخ والاخت اتقبض عليهم، والنيابة دلوقتي بتاخد شؤونها معاهم. واحنا دلوقتي بنتكلم لما نيجي نتهم اي شيء لازم نقول في الاول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، بس ادانته بالنسبة للاشخاص دول باينة، الحرامي وشيلته، هم شايلين الشيلة. طبعا كان قبليهم ستات بتعمل حاجات برضو ملهاش اي لازمة، بتعمل سلوكيات تحت مسميات ملهاش اي موقع من الاعراف في مجتمعنا. ما تنفعش عندنا خالص، ما تنفعش. ولازم الناس المسؤولين يكون عينيهم على القنوات اللي بالشكل ده بتقدم محتويات كلام فاضي، يكون في آلية لفرملة مثل هذه القنوات عشان يتحقق الردع العام. الردع الخاص في حق اللي اتقبض عليهم هيتحقق، هياخدوا عقوبة، هيتحاسبوا، هتتم حالتهم للمحكمة، يتطبق عليهم القانون. لكن الردع العام بالنسبة للمجتمع لازم برضو يتحقق عشان اللي يشوف الناس دول بيتعامل فيهم او ايه العقاب اللي هم ممكن ياخدوه يبقى كده انا اعرف. وبعدين انا من غير ما اتكلم على محاكمة ولا غيره، احنا بمجتمع بتحكمه عادات وقيم ومبادئ المفروض ما نحيدش عنها. في حاجة اسمها النظام العام والاداب بتاع المجتمع المفروض ما نتخلاش عنها. في فيديوهات وفيه مناظر مخلة مخلة، بتحط على الرذيلة بالفعل، ما ينفعش نتكلم فيها. والناس اللي بتدور عليها للاسف، الناس اللي اتمسكوا دول واللي اتعملوا دول زي ما انا قلت، مش عشان مش عايز اكرر، بيقدموا اللي بيطلبوا المستمعون، اللي بيدور عليه الناس، اللي بتبحث عنه الناس. لكن تعالى احنا بنقلد القنوات وبنقلد الغرب في الوساخه والكلام الفارغ، لكن ايه القيمه وايه الفايده اللي انت حضرتك قدمتها لي؟ ما ينفعش. اي واحد عشان يخلي الماده والمحتوى بتاعه يتقري او يتشاف لازم يحط له حاجه كده يعني ايه، فلافل. فهم عملوا ايه؟ بخل اقلع. مش عايزين نتكلم كتير، وياريت السكوت عن الباطل هو ابط. يعني انا عشان حاجات زي كده ومناظر وافلام وقنوات بالشكل ده، الحل الوحيد ان انا ما اشوفهاش، الحل الوحيد ان انا ما اتفاعلش معاه عشان ما احقق لهاش انتشار ولا اي تفاعل معاه. وفي نهايه القصه مش عايزين نطول اكتر من كده، لو لسه حضرتك ما اشتركتش في القناه يا ريت فضلا وليس امرا تدعمنا معنويا وتشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد ومفيد. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.